السؤال الأول، قيمة x في المعادلة 5x بتساوي 45 هي. هنا عشان أجيب قيمة x بتخلص من المعامل، عندي 5x بتساوي 45، يعني 5 في كام تعطيني 45، قول 5 في 9 يبقى ال x القيمة بتاعتها هتساوي 9. السؤال رقم 2، عدد أساسه 9 وأسه 2 فإن صورة الأسية. عندي هنا الأساس 9 والأس 2 يبقى 9 أس 2. السؤال رقم 3، 4 في 5 زائد 3 أس 2. الأربعة في 5 بـ20، 20 زائد 3 تربيع بـ9 يبقى مجموعهم بـ29. السؤال اللي بعده رقم 4، هنا بيقول لي x أكبر من أو يساوي 5 تمثل متباينة. دي متباينة يا ولادي. المتباينة عبارة عن جملة رياضية تتضمن علاقة التباين أو علامة التباين بين عبارتين رياضيتين. x أكبر من أو يساوي 5 يبقى متباينة. عندي هنا x أكبر من أو يساوي 5، هختار كلمة متباينة. السؤال اللي بعده رقم 5، أي مما يلي لا ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة x أصغر من 8؟ يعني الحلول كلها تبقى أصغر من 8 ما عدا مين؟ ما عدا 8 نفسها. يبقى هاخد الاختيار بتاعي ج، لأن السالب 9 والسالب 7 أصغر من 8، وكمان السالب 8 أصغر من 8. يبقى العدد الذي لا يحقق حل المتباينة أو لا ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة، هناخد الإجابة بتاعتنا اللي هي 8، إجابة ج. السؤال اللي بعده رقم 6، نقط هي جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي بين طرفين هي المعادلة. السؤال اللي بعده رقم 7، أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة x أكبر من 105؟ العدد اللي أكبر من 105 اللي هو 106. ناخد الإجابة الأخيرة د. السؤال اللي بعده، عدد صحيح يحقق المتباينة x أكبر من سالب 6، اللي أكبر من سالب 6 هو سالب 4. ناخد سالب 4. أي من التعبيرات العددية التالية قيمتها بتساوي 8؟ مين في دول يا ولاد الناتج بتاعهم هيطلع ب8؟ يعني السؤال اللي احنا بنحله ده السؤال رقم 9، عايزين نعرف مين في النواتج الناتج هيبقى ب8. تعال نختبر كل واحدة. هنا بقول 5 مضروبة في 8 على الأربعة ناقص 2، يعني بقول 5 في 8 على الأربعة في 2 ناقص 2. 5 في 2 بـ10، 10 ناقص 2 هتعطيني 8. يبقى أول واحدة هيطلع ناتج ب8، هنختار الإجابة بتاعتي اللي هي الإجابة ألف. السؤال 9، أختار الإجابة ألف. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 10، رقم 10 يا شباب، هنا بيقول لي المتغير التابع في العلاقة التي تربط بين مقدار المال الذي أدفعه M وعدد الأقلام الذي اشتريته. هنا في المسألة المتغير التابع اللي هو مقدار المال كله، لأنه بيعتمد على عدد الأقلام التي اشتريتها اللي أنا بشتريها. يبقى المتغير التابع اللي هو المبلغ الكلي في المسألة اللي هو مقدار المال، يبقى مقدار المال. يبقى المسألة رقم 10، المتغير التابع في العلاقة التي تربط بين مقدار المال الذي دفعه M وعدد الأقلام الذي اشتراها، يبقى مقدار المال الذي دفعه M ده الناتج النهائي، ده بيعتمد على حاجة اسمها متغير. لو أنا جيت كتبت علاقة مثلا Y بتساوي، وقمت كاتب Y ده التوتال اللي هو المبلغ كله، وعندي المبلغ الذي دفعه M وعدد الأقلام التي اشترطها B، يبقى هنا M في بي، دي العلاقة بتاعتي. يبقى المتغير التابع اللي هو واي، إنما المتغير المستقل اللي هو بيتغير على طول اللي هو عدد الأقلام بي. يبقى المسألة هقول له مقدار المال إم، المتغير التابع مقدار المال اللي هو إم. السؤال اللي بعده رقم 11، إذا كان واي بيعتمد على إكس فإن المتغير التابع بيبقى واي، لأن واي بتعتمد على إكس. زي مثلا نقول واي بتساوي 5 إكس، هنا الواي ده متغير تابع والاكس ده متغير مستقل، وكل ما بيتغير يبقى الواي بيعتمد على الاكس، يبقى الواي هنا هو المتغير التابع.
ده سؤال 11. السؤال اللي بعده 12: إذا كان الحد الأدنى لدخول مدارس WE أو للتكنولوجيا، مدارس وي للتكنولوجيا، كان 240 درجة، فإن الدرجة المتوقعة الحصول عليها لدخول مدرسة، يعني بيقول لي الحد الأدنى للدرجات 240 درجة، طب أنهي درجة في دول ينفع يدخل؟ طبعا 200 أقل مش هتنفع، 260 تنفع، يبقى أنا الدرجة بتاعتي لو 260 في الامتحان هدخل. ليه؟ لأن هو قال لي الحد الأدنى لقبولك في المدرسة وي لازم تكون درجتك 240 درجة، يبقى أقل درجة 240 درجة، وأكتر طبعا هناخد. تمام. السؤال اللي بعده: إذا كانت إكس زائد 5 بتساوي 12، فتبقى إكس بكام؟ عايز أجيب قيمة إكس هنا يا أولاد، يعني العدد اللي هزود عليه 5 يعطيني 12، العدد ده هيكون بـ7، يبقى الإكس هنا هتبقى قيمتها بـ7، نختار الاختيار الأخير اللي هو ده، يبقى نكتب هنا 7. السؤال اللي بعده 14: أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة؟ إكس أكبر من أو يساوي 1 في مجموعة الأعداد الصحيحة. من في الاختيارات؟ أكبر من أو يساوي 1، عندي الأكبر من أو يساوي 1 اللي هو 8، يبقى 8 ده عدد أكبر من أو يساوي 8، 8 بينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة، باخد الإجابة إيه؟ اللي هي 8 جيم. سؤال 15: قيمة إكس في المعادلة 5 زائد إكس بيساوي 12، يبقى الإكس هنا هتبقى بـ7، لأن 7 لما أزود عليها 5 هتعطيني 12، يبقى هنا هاخد الإجابة جيم. السؤال اللي بعده: 5 أس 3 معناها 5 تتضرب في نفسها 3 مرات، يبقى هاخد الإجابة الأخيرة اللي هي د، 5 أس 3 معناها 5 في 5 في 5 125. السؤال اللي بعده: نقط هو إيجاد المتغير الذي يجعل المعادلة صحيحة. طبعا حل المعادلة مقصود به هو إيجاد قيمة للمتغير الذي يجعل المعادلة صحيحة، ده حل المعادلة. سؤال 18: 13 أس 2 معناها 13 مضروبة في نفسها مرتين، تبقى 3 في 3 بـ9. السؤال 19: المتغير الذي يمثل العدد المخرج في المعادلة بيبقى واي، ده المخرج، لكن إكس اللي هو المدخل، يبقى هنا المخرج اللي هي الواي اللي هو المتغير التابع، يبقى المتغير الذي يمثل العدد المخرج في المعادلة هو مين؟ واي. طيب السؤال اللي بعده: أي مما يلي يمثل حلا للمعادلة؟ إكس زائد 12 بـ10، يعني مين العدد لو زودت عليه 2 هيديك 12؟ المعادلة إكس زائد 2 بيساوي 12، يبقى الإكس دي هتبقى قيمتها بـ10، ناخد الإجابة جيم. السؤال اللي بعده: قيمة المتغير أو قيمة التعبير العددي نقط، يعني هنحل مسألة ترتيب علامات حسابية ونوجد الناتج. هنا 2 مضروبة فيه وفتح قوس قال لي 4 في 3 زائد 3 أس 2 ناقص 5، هنا الاتنين تفضل، وأقوم ضارب 3 في 4 تبقى بـ12، وأحل جوه القوس 3 أس 2 هي بـ9 ناقص 5، 2 في 12 بـ24 زائد 9 ناقص 5، 24 زائد 5 يبقى 33 ناقص 5 هيديني العدد 28، يبقى الناتج بتاعنا هنا هيطلع بكام؟ 28. يبقى تاني كده المسألة: 2 في 4 في 3، 2 في 4 في 3 بـ12 زائد 3 أس 2 بـ9 ناقص 5، 2 في 12 بـ24، 24 هنطرح هنزود عليها 5، 24 هنزود عليها 9، وبعدين نطرح منها 5، 24 زائد 9 33 ناقص 5 بيساوي 28. تمام. طيب السؤال ده لو كان مكتوب بصورة تانية، لأن الاختيارات اللي عندنا 28 مش موجودة، في حاجة في السؤال مش مكتوبة صح، اللي هي العلامة دي، العلامة دي هنخليها جمع ونشوف الناتج هيطلع من الاختيارات ولا لا. تمام. لكن المسألة لو جات لك كده ده الحل بتاعها. تمام. تعالى كده نصلح في المسألة، لو مثلا غيرها العلامة دي خلاها جمع، هل الناتج 28 هيبقى معانا ولا لا؟ نبص في الاختيارات ما لقيناش 28، معنى كان في حاجة مكتوبة غلط في السؤال. ماشي. فهننقلها، هنصلح الضرب دي نخليها جمع ونشوف. أنا التمرين قدامي اهو وعايزين نحله. طيب هنحله ازاي؟ انا عندي هنا 4 زائد 3 ب 7 اهي، يبقى 2 في 7 زائد 3 اس 2 هي 9 ناقص 5، 2 في 7 ب 14 زائد 9 ناقص 5، 14 و 9 هيديك 23، تطرح منهم الخمسة يعطيني 18. يبقى المسألة بتاعتنا 2 في 7 ب 14 زائد 9 ناقص 5، 14 و 9 23 ناقص 5 ب 18. دي كانت المسألة اللي معانا يا أولاد، يعني الإجابة
تطلع بكام؟ ب18. تمام، يبقى التمرين ده لو كانت العلامة كانت جمع تطلع ب18. خلاص، طيب قيمة التعبير العددي الإجابة مش موجودة، وفي حاجة يبقى خلاص الإجابة بتاعتك هتعتمد اللي هي 28، لأن هنا 2 في 4 زي في 3، 4 في 3 ب 12، 2 في 12 ب 24. هنا يبقى أنا نقلت غلط، دي 3 أس 2 ولا 2 أس 2؟ 2 أس 2. يبقى نرجع تاني للمسألة، يبقى المسألة لو جات لي بالصورة دي يبقى الناتج بتاعها كده، ولو جات لي بالصورة دي يبقى الناتج بتاعها كده. تمام، طيب التمرين بقى بتاعنا نرجع ليه تاني يا أولاد، هو كان بيقول لي هنا دي 2، يعني إحنا دي 2 مش 3. ماشي، هنرجع تاني للسؤال. أنا عندي هنا المسألة مكتوبة 2 في 2 مضروبة في 4 في 3 قفل القوس زائد 2 أس 2 ناقص 5، يبقى دي 2 يا شباب. ماشي يا حبايبي، هنا 2 في 4 في 3 ب 12 زائد 2 أس 2 اللي هي ب 4 ناقص 5، هضرب 2 في 12 ب 24 زائد 4 ناقص 5، 24 و4 يديك 28 ناقص 5 23. تمام، يبقى خدنا كذا صورة للتمرين، هنا الناتج يطلع ب 23، الإجابة ألف. السؤال 22، إذا كان الحد الأدنى المسموح لكتل اللاعبين للمشاركة في المسابقة هو 80 ملي جرام، فإن الكتل المسموح بها الاشتراك في المسابقة نقطة، الحد الأدنى المسموح لكتل اللاعبين جرام يا أولاد، 80 كيلو جرام. ماشي، الحد الأدنى تاني، إذا كان الحد الأدنى المسموح لكتل اللاعبين المشاركة في المسابقة هو 80 كيلو جرام، فأي كتل مسموح بها للاشتراك في المسابقة؟ طيب المسابقة، يبقى أنا لما أجي أحل المسألة أنا عايز أعملها في صورة متباينة، أفرض إن الإكس مثلا عدد المجاهيل اللي عندي أو عدد الكتل المشاركة في المسألة، بيقول لي الحد الأدنى يبقى 80، يبقى أقل حاجة 80 يعني الوزن يبقى أكبر من أو يساوي 80. طيب الكتل المسموح بها يبقى أكبر من أو يساوي 80 اللي هي الـ 85، دي هنختارها، ده تنفع في الاختيارات، إنما 70 75 و70 و60 أقل مش هتنفع. السؤال اللي بعده، المسألة رقم 23، العدد نقط لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة اللي هي إكس أقل من 2، من في الاختيارات ليس أقل من الاتنين في الاختيارات؟ طبعا العدد اللي ليس أقل من الاتنين اللي هو الاتنين نفسه، لأن لما أجي أبدأ مجموعة الحل الاتنين أهو إلى ما لا نهاية. تمام، يبقى العدد إكس أقل من 2 لا ينتمي لمجموعة الحل اللي هو العدد 2 نفسه. السؤال اللي بعده رقم 24، إذا كان إكس وواي متغيرين حيث الإكس متغير مستقل، الإكس اللي عندي يا شباب كان متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة الضرب في 4 ثم الجمع اجمع 9، بيقول لي اضرب في 4 وبعدين اجمع 9، وعندك إكس هو المتغيرين المتغير المستقل والواي هو التابع، فأبدأ بالواي كده وبيقول لي هنجمع ولا هنضرب، بيقول لك في المسألة بيقول لك اضرب في 4، فيبقى 4 إكس وبعدين اجمع عليها كام ثم اجمع 6. يبقى تاني يا أولاد، طالما الإكس ده متغير مستقل يبقى هو اللي هيتضرب في 4، يبقى الواي بتساوي 4 في إكس ثم نجمع 6، يبقى الناتج بتاعي 4 إكس زائد زائد 6. تمام، يبقى ناخد الإجابة بتاعتنا ألف. السؤال اللي بعده رقم 25، المتغير التابع في العلاقة التي تربط بين محيط المربع ب وضلعه L، يعني أقول له ب بتساوي 4 L، دي العلاقة. طب هو طالب إيه بقى في المسألة؟ بيقول لك مين هو المتغير التابع؟ يبقى المحيط اللي هو ب، يبقى محيط المربع اللي هنختاره يا أولاد ده إجابتنا، ده اسمه متغير تابع وال L ده مستقل، يبقى إجابتك هتختار إجابة ب اللي هي محيط المربع ب، ده المتغير التابع ده اللي هو عايزه. ده كان السؤال 25. سؤال 26، أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة؟ بيقول لي هنا الواي كانت أكبر من أو تساوي سالب 45، يعني مين العدد يا أولاد في السؤال اللي معانا بيكون أكبر من أو يساوي سالب 45؟ الأكبر منه لما بيقرب للصفر اللي هو سالب 1، يبقى إجابتك هتبقى سالب 1 للسؤال 26. سؤال 27، المتغير المستقل في العلاقة أو المعادلة y بتساوي 7 x زائد 1، هنا ال x ده مستقل، يبقى المتغير المستقل اللي هو مين؟ ال x، أما المتغير التابع اللي هو y.
التمرين اللي بعده بيقول لي كل مما يلي يمثل متباينة ما عدا، اخد الإجابة به لأن اكس بيساوي 3. دي معادلة، دي معادلة. المتباينة علاقة رياضية بتربط بين علاقتين بينهم علامة التباين. متباينة عبارة عن جملة رياضية تحتوي على علامة التباين بين مقدارين جبريين. طيب يبقى خلاص اجابتنا هناخد اكس بيساوي 3 لان دي معادله، المعادله جمله رياضيه تضمن على علاقه التساوي بين عبارتين رياضيتين، اما المتباينه عباره عن جمله رياضيه تضمن علامه التباين بين عبارتين رياضيتين، فاحنا بناخد الاكس بيساوي 3 لانه معادله. طيب السؤال اللي بعده رقم 29 بيقول لي توضح لافته الطريق ان حد السرعه للطريق بالكيلومتر في الساعه، يعني سرعه تاني كده شباب رقم 29 توضح لافتة الطريق أن أحد السرعة للطريق بالكيلومتر هي 40 كيلومتر كل ساعة، يعني سرعة الطريق اللي ماشيين عليه كانت 40 مسموح بيها يعني 40 كيلومتر لكل ساعة، ما نزودش عن كده. تمام، أي من السرعات الآتية مسموح بيها؟ يعني هيبقى أقل من 40 أو 40، زي مثلا كام ال 38 كيلومتر دي مسموح بيها، يبقى ناخد الإجابة بتاعتنا اللي عليها علامة إيه اللي هي الاختيار جيم. طيب السؤال اللي بعده 30، إذا كان ثمن كرة 5 جنيهات، إذا كان ثمن كرة 5 جنيهات فإن المعادلة لا تمثل العلاقة بين إجمالي التكلفة سي وعدد الكرات التي يمكن شراؤها. تمام، الإجمالي كله كان سي، تمام ده الإجمالي كله. طب اللي بيتغير مين؟ بيتغير في المسألة عدد الكرات إكس. طب الكرة كان سعرها كام؟ كان 5 جنيهات، يبقى الفاي السي هتساوي 5 إكس، سي بتساوي 5 إكس. تمام، لأن السي ده الإجمالي، يبقى السي إجمالي يعني متغير تابع والإكس ده مستقل، ده المدخل وده المخرج، يبقى السي بيساوي 5 إكس اللي هيتغير عدد الكرات لكن سعرها ثابت 5 جنيه. تمام، يبقى ده كان السؤال 30. السؤال اللي بعده 31، أي من المعادلات التالية تكون فيها قيمة إكس بتساوي 5؟ يعني أنهي معادلة لما نيجي نحلها الإكس تبقى بخمسة؟ هنا 28 لما نزود عليهم 5 هيديني 33، يبقى دي غلط. هنا 5x بيساوي 35، يعني 5 في 7 ب 35، دي غلط. هنا 5 زائد 11 ب 16، يبقى الاكس بيساوي 5 فعلا. هناخد الاجابه اللي معانا لها اللي هي ج. السؤال اللي بعده 22، القيمه العدديه للمقدار 3 في 5 ناقص 4، 3 في 5 15 ناقص 4 هيديك الناتج كام؟ 11. يبقى انا هضرب الاول 3 في 5 ب 15 ناقص 4 يعطيني الناتج مباشره ايه؟ 11. اسمها ترتيب عمليات حسابيه. طيب السؤال اللي بعده رقم 32، خلاص عملناها. المساله اللي فوقها دي حليناها برضو. طيب المساله اللي بعدها رقم 33، العدد نقط لا ينتمي الى مجموعه حل المتباينه اللي هي اكس اكبر من سالب 1. في عدد لا ينتمي لمجموعة الحل بس بيقول لي ايه؟ في مجموعة أعداد العد، العدد نقط لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة في مجموعة أعداد العد. طبعا يا ولاد هو قال لي مجموعة أعداد العد اللي بنرمز لها بالرمز عين اللي هي تبدأ بواحد واثنين وثلاثة إلى ما لا نهاية. أعداد العد يعني بنرمز لها بالرمز سي، تمام؟ اللي هي كاونت ست اللي عندي اللي هي مجموعة أعداد العد، بنقول واحد واثنين وثلاثة لحد ما ينهي، يعني الصفر ليس عدد من ضمن أعداد العد، لا ينتمي لمجموعة أعداد العد. فالحلول اللي عندك هو جايب لك صفر، لأن لما يقول أكبر من أو يساوي سالب أكبر من سالب واحد أول عدد هيقابلك طبيعي اللي هو الصفر، لكن مهوش موجود في أعداد إيه؟ العد. يبقى الإجابة بتاعتك هتبقى إيه؟ صفر. ليه؟ لأن الصفر لا ينتمي إلى مجموعة أعداد العد، ولكن الصفر بينتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية. هو بيقول لي عدد لا ينتمي لمجموعة حل متباينة في مجموعة أعداد العد، مش موجود في أعداد العد، يبقى أنا هاخد الصفر، لأن الصفر ليس عدد من أعداد العد، أعداد العد بتبدأ من الواحد. طيب التمرين اللي بعده، نقط هي جملة رياضية تحتوي على أحد الرموز أكبر من أو أصغر من أو يساوي أو أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو يساوي. طبعا دي عبارة عن المتباينة، يبقى المتباينة عبارة عن جملة رياضية تتضمن علامة التباين بين عبارتين رياضيتين. السؤال اللي بعده 35، الجملة الرياضية 3x بتساوي 0 تمثل معادلة، تمثل إيه؟ معادلة. ليه؟ لأنها علاقة
بين متغيرين عندك هنا أو بين عبارتين رياضيتين، 3x بتساوي صفر. عندك ده عبارة عن جملة رياضية ضمن علاقة التساوي بين عبارتين رياضيتين، يبقى أنا هقول له دي معادلة. سؤال 36، أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة x أصغر من 2 في مجموعة الأعداد النسبية؟ يعني من العدد الأقل من 2 في الأعداد النسبية؟ إحنا عارفين العدد النسبي يعني عدد بيبقى موجود في صورة بسط ومقام، بشرط إن المقام لا يساوي الصفر. يعني مثلا عندك 4.5، ده عدد نسبي، أو 4.25، يبقى يعني 4.25 ده هيبقى أصغر، لا هو عايز إيه؟ أصغر مش أكبر، بس ده نسبي مش هناخده. ليه؟ لأنه ما بيحققش المتباينة. ركز السؤال، هو بيقول لك إكس أقل من إيه؟ من 2، يعني أقل من 2 يبقى 1، 0، سالب 1، سالب 2، أو أي كسور قبل كده، زي السالب 3.2، يبقى ناخد الإجابة اللي هي إيه؟ جيم. طيب السؤال 37، عدد أساسه 5 وأسه 3، يبقى 5 أس 3، يبقى ناخد 5 أس 3. المتغير المستقل في العلاقة التي تربط التكلفة الكلية سي وعدد اللترات ال، تمام؟ هنا التكلفة الكلية بتبقى سي. هو عايز ايه هنا؟ اه ده عايز المتغير المستقل يا اولاد. المستقل يعني اللترات اللي هي بتتغير، لكن التابع بيبقى سي، يبقى هنا هاخد ال، يبقى ال ده هو متغير مستقل. افهم المسألة ليه؟ لأن بيقول لك التكلفة الكلية بتعتمد على عدد الايه؟ اللترات. يعني مثلا لو قلت سي بتساوي، افرض مثلا تمن اللتر الواحد كان 5 جنيه، يبقى 5 ال، يبقى التكلفة الكلية سي بتساوي 5 اللي هو تمن اللتر الواحد في ال اللي هو عدد اللترات. طيب يبقى مين المستقل هنا؟ المتغير المستقل اللي هو ال في العلاقة دي، تمام؟ لكن المتغير التابع اللي هو السي، والمدخل هنا ال والمخرج سي، تمام؟ يبقى هنا إجابتك تبقى ال، عدد اللترات ال. طيب المسألة 39، في المعادلة التي تمثل العلاقة بين اكس وواي هي قال ان واي بتساوي 5x ناقص 1، تمام؟ ده سؤال 39. فان قيمه اكس عندما، اه بيقول قيمه واي عندما اكس بيساوي 2، يعني بيقول لك هات لي واي لما تبقى الاكس القيمه بتاعتها ب2، يبقى هعوض مكان الاكس ب2 هنا، يبقى الواي بتساوي 5x، يعني 5 في 2 بكام؟ ب10. اعوض مكان اكس بايه؟ ب2، يبقى 5x يعني 5 في 2، وازود عليها العدد كام هنا؟ هنا 5x ناقص 1، نطرح منها 1، يبقى دي كانت العلاقة y بتساوي 5x ناقص الواحد، هنعوض عن x ب2، يبقى 2 في 5 ب10، واطرح منها 1 تديك كام؟ 9، يبقى ال y هتطلع بكام؟ ب9. فهمتوا؟ دي كانت حل المسألة اللي معانا. نشوف التمرين اللي عليه الدور يا شباب، اللي هنا انهي سؤال؟ احنا خلاص حلينا الناتج وطلع معانا 9، اختار د. طيب السؤال اللي بعده رقم 40، أي من المعادلات التالية تمثل الميزان ذات كفتين المقابل؟ عندي هنا على اليسار اكس واكس يبقى 2x بتساوي هنا كام؟ 1 1 2 3 4 5 6، يبقى 2x بيساوي 6، هناخد الإجابة أ للسؤال 40. التمرين اللي بعده رقم 41، المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي 3 أمثال العدد بي تبقى 3 بي. السؤال اللي بعده 42، في المعادلة y بتساوي x زائد 9، الرمز x يمثل متغير مستقل، يبقى أنا هاخد الإجابة ب. السؤال اللي بعده 43، هنا 6 في 3 ناقص 4 في 2، 6 في 3 ب18 ناقص 4 في 2 هي 8، هنطرحهم يديني 10. السؤال اللي بعده، أي من المعادلات التالية حلها يكون 3؟ عندي 6 زائد 10، دي غلط طبعا، لأن 6 زائد 10 ب16، 2x بيساوي 10، يعني 2 في 5 ب10، يبقى دي غلط، احنا عايزين 3، يبقى 7 زائد 3 بيساوي 10، ناخد الإجابة جيم. طيب السؤال اللي بعده رقم كده خلاص 44، حل 45، أي المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار 2 في 4F زائد 10؟ فين في الاختيارات؟ لو احنا استخدمنا خاصية التوزيع نقولنا 2 في 4 تبقى 8، يبقى 8F، والاتنين نضربها في 10 تبقى كام؟ ب20. موجودة معانا الإجابة جيم. إجابة إيه؟ جيم. السؤال اللي بعده، عدد أساسه 8 وأسه 6، يبقى 8 أس 6، يبقى أنا هكتب هنا 8
أس 6. تمام، ده السؤال كام؟ 46. السؤال اللي بعده رقم 47، العدد نقط لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة إكس أكبر من أو يساوي الصفر في مجموعة الأعداد الصحيحة. طيب مين يا أولاد اللي مش هينفع في مجموعة الأعداد الصحيحة؟ عندك الواحد ونص، لأن الواحد ونص عدد بينتمي لمجموعة أعداد نسبية، هو عايز عدد صحيح فقط، فالواحد ونص ده غير صحيح، فأخد واحد ونص لأنه بينتمي للأعداد النسبية. السؤال اللي بعده 48، إذا كان أقل طول مسموح به لدخول اللعبة هو 140 سنتيمتر، فأي من الأطوال التالية مسموح بها بالدخول؟ أقل طول ب 140، لو عملتها مثلا متباينة الإكس أقل بإيه؟ الإكس أكبر ولا أقل؟ تاني كده يا ولاد، أقل طول مسموح به 40، يعني كام؟ 140، يعني الإكس مش هتبقى أقل بقى، لا الإكس هتبقى إيه؟ هتبقى أكبر، تمام؟ يبقى السؤال 48 إكس أكبر من أو يساوي 40، فاهمين يا ولاد ليه؟ لأن أكبر أقل طول مسموح به كان كام؟ اقرأ تاني كده، أقل إذا كان أقل طول مسموح به دخول لعبة أقل طول يبقى 140، لو عايز أعملها متباينة تبقى الإكس أكبر من يساوي 40، طب مين في الاختيارات أكبر من أو يساوي 40؟ ها؟ هناخد الإجابة إن هي ركز معايا كده، الاختيارات في عندي 130، دي 140 مش 40، 140 كده صح، تاني يا ولاد لأن طبعًا ال 40 قليل. إذا كان أقل طول مسموح به هو 140 سنتيمتر يبقى الإكس لازم تبقى إيه؟ أكبر من أو يساوي 40، يبقى الأطوال المسموح بها في الدخول طبعًا هتبقى كام؟ ال 150، لأن ال 130 صغيرة أصغر من ال 140، وال 135 صغيرة، وال 139 صغيرة، أنا عايز أقل طول على الأقل يبقى عندي 140 سنتي، يعني مثلًا لو الطالب طوله 150 سنتي تنفع. ماشي؟ يبقى الإجابة بتاعتي هاخد الأخيرة. تعالوا نشوف التمرين اللي بعده. هنا بيقول لي ايه رقم كده خلاص 48 49، عايزين نحسب قيمة المقدار الجبري. هنا بيقول لي 3، نوضح التمرين كده يا شباب أبنائي ركزوا معايا، 3 أس 3 في 6 زائد 2 ناقص 8، 3 أس 3 تبقى ب 27 في مفتح قوس 6 زائد 2 ب 8، 8 ناقص 8 بصفر، يعني 27 في 0 هيعطيني 0، يبقى دي إجابة السؤال 49. السؤال اللي بعده، المتغير التابع في العلاقة y بتساوي 5x، التابع هنا اللي هو y لكن x ده مستقل، يبقى إجابتك y اللي هي الايه؟ ج. السؤال 31، نقط إيجاد كل القيم الممكنة للمتغير التي تجعل المتباينة صحيحة، ده حل طبعا المتباينة. يبقى السؤال معانا رقم 52، ده عبارة ولا سؤال 51، سؤال 51 حل المتباينة، هاخد ألف. سؤال 52 عايزين نحل المتباينة، هنا بيقول لي 2 أس 3 ناقص 6 ناقص 6 على 2 في 3 يساوي ناقص، هنا 2 أس 3 ب 8 ناقص 6 على 2 في 3 ب 6، هعمل القسم الأول يعني 8 ناقص 6 على 6 في الواحد، يبقى 8 ناقص 1 بكام؟ ب 7، يبقى هنا 2 أس 3 ب 8 ناقص 6 على 6 ما مطرحش، لازم أقسم الأول يطلع الناتج بإيه؟ ب 7. سؤال تاني رقم 53، السؤال اللي بعده رقم 53 بيقول لي خمسة في اتنين زائد خمسة في سبعة سوي ناقص، هنا هضرب الخمسة في اتنين بعشرة والخمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، هجمعهم خمسة وصفر يا خمسة وتلاتة واحد أربعة، يطلع ناتج 45. ماشي، اللي هي الإجابة الأخيرة ده. أبسط صورة لصورة الأسية 6 أس 2، 6 أس 2 دي معناها 6 ضرب 6 اللي هي بكام؟ ب 36. التمرين اللي بعده، أي مما يلي يعد ارتفاعا مسموحا لعبور شاحنة أسفل كوبري، الحد الأقصى لعبور الشاحنة 5 متر، عشان الشاحنة تعدي لازم الارتفاع بتاعها يبقى 5 متر، أقل إيه؟
أقل ارتفاع معي. بالإجابة إيه اللي صح يا شباب؟ أقل ارتفاع مسموح بـ 5 متر، يبقى هاخد الشاحنة اللي ارتفاعها 4.9 متر تنفع تعدي من تحت الكوبري، لكن لو 5 متر أو أكتر ده مش هينفع تعدي. تمام؟ أي مما يلي يعد ارتفاع مسموح لعبور شاحنة كوبري، الحد الأقصى لعبور شاحنة هو 5 متر، يبقى اللي ينفع إيه؟ 4.9. طيب السؤال اللي بعده 56، جميع الأعداد التالية تنتمي إلى مجموعة حل المتباينة x أكبر من سالب 5 ما عدا نقط. كل الحلول أكبر من سالب 5 ما عدا مين؟ ما عدا السالب 10، لأن السالب 10 دي أقل من سالب 5 وعايز اللي أكبر من سالب 5. عندي السالب 4، سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0 وهكذا. السؤال 57، لإيجاد قيمة المتغير أو قيمة التعبير العددي نبدأ بعملية الأسس. يعني نحل عملية الأسس الأول اللي هي 2 أس 3 نحسبها. طيب سجلت لارا التكلفة الكلية للماء المستهلك سي وعدد الأمتار المكعبة التي استهلكها جي، فإن التكلفة الكلية سي متغير إيه؟ الكلية بتبقى متغير تابع. الكلي أو الإنتاج الكلي يا أولاد أو التكلفة الكلية بتكون متغير إيه؟ تابع. يبقى أنا هاخد إيه تابع؟ لأن التابع بيعتمد على المستقل، المستقل اللي هو متغير في المسألة اللي هو المدخل. فاللي بيتغير هنا عدد الأمتار المكعبة اللي بنستهلكها اللي هي الجي دي بتتغير، لكن التكلفة الكلية تبقى سي، تبقى اسمها تابع. يبقى ناخد تابعا، سي متغير تابعا. السؤال اللي بعده رقم 59، المقدار الذي يمثل الموقف شراء 3 كراسات ثمن الكراسة الواحدة اكس، يبقى قول 3 اكس، يبقى هاخد 3 اكس اللي هي الإجابة جيم. السؤال اللي بعده 60، اوجد ناتج 7 أس 2 ناقص 3 زائد 4 في 5. يبقى هنا 7 أس 2 ب49، شايفين التمرين يا شباب؟ اهو 49 ناقص 3 زائد 4 في 5 ب20. 49 نطرح منها 3، هيبقى عندك 9 ناقص 3 ب6، يعني 46 زائد ال 20، 6 و0 هي 6، وهي 4 و2 6، هيطلع الناتج معايا ب66. كده خلصنا النوع الأول من المسائل. إن شاء الله الفيديو التاني هناخد النوع التاني اللي هو أكمل عبارات التالية.